هاي شلونكم؟ اليوم أريد أحكي وياكم عن موضوع جداً مهم وهو تخزين الخلايا الجذعية مع أطفالكم. طبعاً هذا الموضوع كلش مهم إلي ولعائلتي لأنه للأسف أنا بحملي الأول ويا ابني الأول اكتشفت أنه بابا بعيد الشر عن الكل عنده كانسر، ولما سويت ريسيرش على الموضوع اكتشفت أنه تخزين الخلايا الجذعية ممكن تساعد بهواية أمراض وواحدة منهم هي الكانسر. حبيت أشارككم بتجربتي ويا سيل سيف حتى يكون أكو توعية أكثر على هالموضوع، وطبعاً الخلايا الجذعية مو بس للطفل وإنما تفيد العائلة كلها. أثبتت الدراسات أنه الخلايا الجذعية تساعد على الشفاء من أكثر من 80 مرض، منهم فقر الدم المنجلي، اللوكيميا، اللمفوما، واضطرابات المناعة والتمثيل الغذائي. وطبعاً لما انحملت للمرة الثانية أنا وزوجي قررنا أكيد رح نختار سيل سيف لأنه اختارينا ويا ابني الأول، وطبعاً هم بنك الخلايا الجذعية الوحيد المرخص من DHA بالإمارات، وعدهم خبرة أكثر من 17 سنة بهذا المجال ويخزنون لمدة 30 سنة. بالنسبة لي تجربتي ويا سيل سيف كانت أكثر من رائعة، الفريق جدا متعاون، الكيت هم يوصلوها عندكم وهم ياخذوها من المستشفى ورا الولادة رأسا. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن موضوع تخزين الخلايا الجذعية تواصلوا ويا سيل سيف اليوم.